بغداد الثاني للمياه. بغداد تباشر بأعمال مؤتمرها الدولي الثاني للمياه بمشاركة دولية وعربية. توقيع وثيقة التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة هو أول مخرجات المؤتمر، في وقت تشهد التفاهمات مع تركيا استجابة كبيرة، فالآمال تتجه صوب الجانب الإيراني في الوصول إلى ذات الاستجابة لحل المتعلقات المائية بين الدول المتشاطئة لتقاسم الضرر. طالبنا من خلال هذا المؤتمر أن تجلس الدول المتشاطئة لغرض تقاسم الضرر وبدون أي شرط، يعني هذه نقطة جدا مهمة. هناك استجابة واضحة من قبل الجانب التركي لغرض الجلوس وتقاسم الضرر. نأمل في المستقبل القريب أن نرى هذه الاستجابة من قبل الجارة إيران. لدينا اجتماعات ثنائية مع الجانب العراقي، مع وزير الموارد المائية العراقي، في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الحصول على حصتنا العادلة والمنصفة بنهري دجلة والفرات من المياه، وكذلك تقاسم الضرر الناجم عن التغيرات المناخية وانخفاض الواردات. العراق لم يكن بمنأى عن التقلبات المناخية العالمية والتي خلفت تداعيات كثيرة، أهمها تقليص الخطط الزراعية إلى النصف. حزيران المقبل موعد سيحدد كمية الخزين المائي، لا سيما بعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج في الآونة الأخيرة التي أسهمت بجزء بسيط في زيادة الخزين، إلا أنها لا تعد كافية مقارنة مع الحاجة الفعلية بحسب معنيين. الموسم الماضي كان موسم شحيح بامتياز. نعم، قد شهدت البلاد بعض الأمطار والسيول، ولكن هذه الأمطار والسيول أثرت بشكل بسيط في زيادة الخزين المائي. مجموعة من المعطيات حقيقة راح تعطي الصورة الواضحة لكمية المخزون المائي سيتحقق في بداية الشهر السادس، وكذلك الوضع المائي بشكل عام، والذي سيرسم السياسة الحقيقية لطبيعة الخطط الزراعية وخصوصا الصيفية القادمة. وبالتأكيد هذه الخطط هي توضع بشكل مشترك. وبحسب التقديرات العالمية، يعد العراق واحدا من 5 دول هي الأكثر تأثرا بالمتغيرات المناخية، ما دفعه إلى مطالبة المجتمع الدولي بأن يسانده كدولة مصب، فضلا عن إعداد الورقة الخضراء التي تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة التقلبات المناخية. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.